مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم ويوم جديد وحلقه جديده من المحترف. النهارده ان شاء الله في حلقتنا هنتكلم على محورين، اكيد كلنا منتظرين وكلنا بنقول يا رب ساعة ونص من دلوقتي وإن شاء الله تنطلق مباراة نصف النهائي بين منتخبنا والمنتخب الكاميروني في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا. كل التوفيق للمنتخب. لكن كمان عندنا على الجانب الآخر نادينا العظيم النادي الأهلي، ويعني وجوده في أبو ظبي طبعا لبداية انطلاقة كأس العالم للأندية بداية إن شاء الله من يوم السبت القادم. وكل التمنيات رغم الظروف الصعبة جدا اللي بيمر بيها نادينا من غيابات كثيرة جدا على مستوى اللعيبة الدوليين، كمان على مستوى الإصابات، كمان على مستوى التحضير، ولاد صغيرين ما عندهمش خبرات كبيرة، لكن يبقى أولا وأخيرا شعار النادي الأهلي اللي ولادنا متعلمين وهم صغيرين إزاي يحافظوا على هذا الشعار وإزاي يقاتلوا من أجل هذا الشعار. لكن كل التوفيق كمان لفرقتنا فريق النادي الأهلي اللي يمكن من ساعات قليلة كان بيأدي مران، ويمكن معانا دلوقتي كمان نطمن على بعثتنا ونطمن على فرقتنا من خلال يعني زميلنا أمير هشام المتواجد حاليا في أبو ظبي لمتابعة بعثتنا وأخبارها. نطمن منه على كمان خبر كان يمكن وصل يمكن على السوشيال ميديا من قليل، وهي إصابة جديدة لطبعا فكروني مين اللي اتعور؟ عمار حمدي. فعلا للاسف عمار حمدي لعيب مميز جدا، لكن كان في اصابه في التدريب. يا رب ان شاء الله تكون اصابه بسيطه، لان يمكن الاخبار جايه ان هو يمكن عمار حمدي اتنقل الى احدى المستشفيات زي ما حضراتكم شايفين في الصوره. عمار يمكن اصابه واضح جدا انها اصابه في الركبه، لكن خلينا نطمن من امير. امير مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا كابتن هاني، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. يعني الأهلي بيواصل طبعا استعداداته لمباراة مونتيري في كأس العالم للأندية وأولى مباريات النادي الأهلي في هذه البطولة، لكن خليني ابتدي معاك من الآخر والخبر الأهم والأحدث في هذه اللحظات، وهي إصابة عمار حمدي في الركبة ونقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من ملعب التدريب عشان يعمل أشعة رنين ويتم التأكد من مدى قوة وحجم الإصابة. وخليني أقول لك إن الأمور غير مبشرة يا كابتن هاني، ومن المؤكد إن عمار حمدي خارج مباراة مونتيري بشكل رسمي. ده اللي أقدر أكده مع حضرتك في هذه اللحظات. يعني إصابة في الركبة، إصابة قوية جدا وغير مبشرة، لكن خلينا نتفائل خير وخلينا ننتظر نتيجة الأشعة. أشعة الرنين هي اللي هتحدد نوع الإصابة وحجمها ومدة الغياب، والإصابة بالتحديد كانت مع نهاية يعني المران قبل المران ما ينتهي تقريبا بحوالي 10 دقايق بالظبط، في يعني كرة مشتركة كده أثناء التقسيمة اتعور من خلالها عمار حمدي. لقطات أعتقد كل جماهير النادي الأهلي شافتها في هذه اللحظات. يعني الظروف مستمرة في ان هي تكون عكس النادي الاهلي في هذه البطولة، بطولة كاس العالم للاندية. في حياتي ما شفتش حظ اسوأ من حظ النادي الاهلي اللي بيواجهه خلال الفترة الحالية لعيبة في المنتخبات المختلفة او بالتحديد في منتخب مصر. بعض الاصابات لبعض اللاعبين اللي مؤثرة بشكل كبير جدا في تشكيلة النادي الاهلي، لعيبة رد فعل الجهاز الفني امير موسيماني في خططه كلها. طبعا يعني هي حاله من حالات الحزن بكل تاكيد. أكيد. مش الجهاز الفني بس، البعثه كلها، كل الناس اللي كانت موجوده في التدريب، كل افراد البعثه، الكل كان حريص ان هو يحاول يطمن على عمار اللي شفناه في حاله يعني حزن كبيره جدا. فبالتالي بعد ما شفنا الاصابه الناس كلها كانت زعلانه ومتاثره بسبب حجم هذه الاصابه، خصوصا ان عمار كان هيبتدي اساسي في المباراه، بجوار اليو ديانج في نص الملعب، وكان الامور ماشيه في هذا الاتجاه. وفي الحقيقه كان مؤدي يعني تدريبات قويه جدا وبشكل مميز جدا وكان بيتالق بشكل كبير، لكن هو سوء الحظ للاسف اللي واجه عمار واللي بيواجه النادي الاهلي خلال الفتره دي. في كل الاحوال نتمنى له يا رب الشفاء العاجل، نتمنى ان الامور تكون بسيطه يعني عكس المؤشرات الاوليه، نتمنى ان الامور تكون بسيطه بالنسبه لعمار. ان شاء الله يا امير ان شاء الله تكون الامور بسيطه، او اكتر حاجه هتقول لنا ايه هي حجم الاصابه. يعني اتفضل كابتن هاني. اتفضل. اكيد طبعا، اكيد كلنا زعلانين مفيش شك، وخاصه عمار من اللعيبه المميزه، لكن
كمان خلينا نتكلم دايما وقت الشدايد بتلاقي جماهير النادي الاهلي وبتلاقي لعيبه النادي الاهلي على مستوى المسؤوليه، مفيش شك ان الامور صعبه جدا على مستوى غيابات اللعيبه الدوليه، كمان على مستوى الاصابات زي ما احنا شايفين، لكن دايما بيبقى لعيبه النادي الاهلي، وده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي من صغرنا، المباريات بتكون قويه جدا، مباريات طبعا بينزلوا بروح عاليه جدا جدا، واعتقادي الشخصي حتى من المعاناه بتتولد الايجابيه والطاقه، ما فيش شك كلنا زعلانين، لكن كمان ده بيدي حوافز كبيره ان شاء الله للاعبتنا اللي هتشرفنا ان شاء الله يوم السبت يا امير. باذن الله في كل الاحوال طبعا لعيبه النادي الاهلي الجهاز الفني الناس بتشتغل بشكل قوي جدا وبتركيز كبير قوي قوي، ويعني بيحاولوا ان هم يعملوا بطوله كبيره، يحاولوا ان هم يمثلوا النادي الاهلي والقاره الافريقيه ومصر بكل تاكيد بالشكل المطلوب والشكل اللي احنا متعودين عليه دايما من النادي الاهلي، حتى لو الظروف معاكسه ليك لكن انت بتلعب دايما بروح فانيلا الحمراء برجوله كبيره جدا جدا في الملعب، وده اللي احنا تعودنا عليه من خلال النادي الاهلي ايا كانت ايه هي الظروف، وده امر انا حابب ان انا أكد عليه بالمناسبة بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي، التركيز هيفضل مستمر، التركيز هيفضل موجود عند اللعيبة علشان بإذن الله نحاول إن احنا نعمل مباراة كبيرة أمام مونتيري الفريق القوي واللي هيكون مكتمل بالمناسبة إلا لاعب أو اتنين، يعني شيء بشيء يذكر، في لاعب في مونتيري النهاردة ما سافرش، كان المفروض جاي، هو لاعب دولي في منتخب المكسيك مدافع بسبب إيجابية عينته، فبالتالي ما سافرش للإمارات أو لأبو ظبي تحديدا، لكن هيعمل عينة تانية أو هيعمل مسحة تانية هي تأكد سلبيتها، في حالة سلبيتها هيجي ويسافر ويوصل وينضم لبعثة فريق مونتري، ولو انضم هيبقى في صعوبة كبيرة إن هو يلعب المباراة، لأنه لو وصل هيوصل مثلا يوم الجمعة بالليل أو قبل ساعات قليلة جدا جدا من انطلاق مباراة الأهلي ومونتري. في كل الأحوال الكل مركز والكل طبعا أكيد التركيز عالي جدا ومنتهى القوة إن هو يعمل مباراة كبيرة أمام مونتري، واحنا متعودين دايما على النادي الاهلي حتى زي ما انت قلت يا كابتن هاني في ظل الصعاب والظروف اللي ممكن تكون متقابلها بتقدر تتخطى وبتقدر تعدي، والنقطه الاهم ان جمهور النادي الاهلي عنده درجه كبيره جدا جدا من الوعي بكل ما يحيط بالفريق من ظلم وقع من الاتحاد الدولي لكرة القدم، سواء بقى مش عايز اقول عن عمد اكيد بدون عمد، يعني بسبب ظروف كتير جدا خاصة بالاجندات الخاصة بالارتباطات الدولية والافريقية وارتباطات الاندية في مختلف القارات، يعني بيبقى حسبة صعبة وكبيرة شوية، لكن خلينا دايما نبص يا امير، خلينا دايما نبص كمان للايجابيات عن اخره في مباراه الاهلي مونتري، وهيكون في مؤازره كبيره جدا للفريق في هذه المباراه من الجاليه المصريه والاهلاويه الكثير جدا جدا الموجودين والمنتظرين ان هم يشوفوا الاهلي في الملعب يوم السبت باذن الله تعالى. هكلم بقى حضرتك بخلاف ملف عمار والظروف وكل هذه الامور، اكلمك شويه عن مران الاهلي النهارده اللي تم يعني تقديمه لمدة نص ساعة علشان الفريق يرجع ويتفرجوا هنا في إحدى القاعات في مقر النادي الأهلي على المباراة الهامة والمصرية لمنتخبنا الوطني أمام الكاميرون، اللي بنتمنى لهم يا رب كل التوفيق بإذن الله تعالى في هذه المباراة القوية. فبالتالي كان من المفترض المران يكون الساعة 8 بتوقيت أبو ظبي، تم تبكيره عشان يكون الساعة 7:30، فعلا الفريق راح واتمرن ومنذ لحظات قليلة جدا كان انتهى المران، ويعني وأنا بتكلم معاك كده كابتن يعني هيكون الاوتوبيس النادي الاهلي في طريقه للوصول لمقر اقامه الفريق، بعد ما يوصلوا مباشره هيكون في وجبه العشاء، بعدها مباشره هيتم الاستعداد لمشاهده مباراه مصر والكاميرون في نصف نهائي كاس الامم الافريقيه، وباذن الله منتخبنا يكون موفق في هذه المباراه يتاهل المباراه النهائيه. يعني دي ابرز الاحداث وابرز الامور حتى هذه اللحظات يا كابتن هاني، لكن خلينا متفائلين دايما ايا كانت الظروف، ان شاء الله باذن الله الاهلي شرفنا وان شاء الله باذن الله نشوف مباراه كبيرة جدا من رجالة الأهلي أمام مونتري إن شاء الله يا أمير. ومن خلال طبعا قناتنا وصل تحياتنا لكل لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني وكل المتواجدين في البعثة، وقول لهم جماهير النادي الأهلي جماهير واعية، أكيد جماهير النادي الأهلي دايما بتطمع في الفوز، لكن كمان جماهير النادي الأهلي بتقدر الظروف بشكل كبير جدا، إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا يوم السبت، يعملوا اللي عليهم، يحاربوا في الملعب من أجل اسم، أولا اسم مصر، لأن النادي الأهلي بيلعب باسم مصر، باسم النادي الأهلي، الحاجات اللي احنا اتعلمناها في النادي الأهلي الروح القتالية العالية، وإن شاء الله كل التوفيق. احنا بنلعب فرقة كبيرة عندها خبرات كبيرة جدا جدا على المستوى الدولي، ولكن يبقى اسم النادي الأهلي والأهلي بمن حضر. أمير بنشكرك شكرا جزيلا.
طيب ده كانت اخبار بعثتنا النادي الاهلي، وان شاء الله استعداداتها لمباراه كاس العالم للانديه يوم السبت. نروح لمنتخبنا، المنتخب المصري اللي خلال يمكن ساعه من دلوقتي ان شاء الله هيقابل المنتخب الكاميرون. خلينا نتكلم على الاجواء اللي بتحيط بعثتنا، بعثه منتخبنا في الكاميرون من بعد الفوز على المغرب، وبدات حاله من الحرب الإعلامية بشكل كبير جدا جدا. بداية من أول ما كسبنا المغرب، بعديها بيوم فوجئنا إن اللجنة المنظمة بتقول لا، ده هيكون في تحقيقات في يمكن الشد والجذب اللي حصل في مباراة المغرب ما بين مصر والمغرب، وكان كل التخوف إنه ممكن جدا يكون في عنصر أو عنصريين من الفريق عندهم طبعا إيقافات، فده كان حرب نفسية. على الجزء الآخر صامويل إيتو طبعا رئيس الاتحاد الكاميروني بتصريح يعني انا مستغربه شويه عن لاعب دولي بحجم صامويل إيتو، قال ان مباراه المنتخب المصري امام الكاميرون هي حرب. يعني لينا نتكلم، هي اللفظ طبعا كان قاسي شويه، ولكن هي خلي بالكم دي كلها يعني حاجات بتتقال قبل المباريات، حرب اعلاميه بشكل او باخر، كمان على مستوى تقييم بعض اللعيبه ل افضل لاعب في العالم على مستوى العالم صلاح، بعض لعيبه الكاميرون هنجيلكم في الاخبار انه بينتقد صلاح. كل دي حرب من خلال الاقامه، من خلال الاوتيل، من خلال حكم المباراه. يمكن الاتحاد المصري قدم شكوى او قدم التماس ل طبعا الاتحاد الافريقي للحكم، حكم المباراه اللي عليه علامات استفهام كبيره جدا. كل دي خلي بالكم اجواء بتثار حول المنتخب، ولكن أنا في اعتقادي الشخصي إن شاء الله بإذن الله الفوز للمنتخب المصري في حالات. الحالة الأولى إن تستمر الروح المعنوية العالية، تستمر الروح القتالية العالية اللي شفناها في مباراة ساحل العاج ومباراة المغرب، ده شيء مهم جدا. الجزء الآخر إن احنا نبعد تماما عن التحكيم، إن دايما اللعيب ممكن جدا يخرج عن تركيزه لو الحكم هو اللي خرجه عن تركيزه. عايزين خلينا مركزين في الملعب ايا كان قرارات الحكم، لازم يكون عندنا كابتن الفريق، عندنا قياده قويه جدا في الملعب بقياده محمد صلاح، في عندنا عمرو السوليه، عندنا خلي دول اللي ممكن لو في حاجه هم اللي يروحوا يتكلموا مع الحكم، لكن الهيصه الكبيره والشكوى الكبيره من اللاعبين ممكن تخرج اللاعبين عن تركيزهم، ده مهم جدا جدا. الجزء الاخر ان احنا كمان يكون عندنا اتزان، لان احنا خارجين من ماراثون، اتزان ما بين الحاله البدنيه والحاله الفنيه. احنا مرينا بماراثون طويل جدا، احنا لعبنا 120 دقيقه امام منتخب ساحل العاج، المباراه اللي بعديها لعبنا 120 دقيقه امام المنتخب المغربي، فاعتقادي الشخصي كمان ان المنتخب الكاميروني لغايه دلوقتي ما قابلش مباراه صعبه، يعني على مستوى ما بين قوسين الفرق القويه ان المنتخب الكاميروني كان طريقه سالك لغايه نص النهائي. وكثيرين من الناس ومن النقاد بيقولوا ان هذه هي التجربه الحقيقيه للمنتخب الكاميروني امام اقوى المنتخبات المتواجده حاليا وهو المنتخب المصري. فخلينا ان شاء الله الفوز باذن الله ان احنا نفصل نفسنا تماما عن الحكم، نركز في ماتشنا، ان احنا كمان مستر كروش والجهاز الفني يكون عامل التوازن ما بين طبعا الحاله البدنيه لفرقتنا والحاله البدنيه للمنتخب الكاميروني، ان احنا اكيد مش هيبقى عندنا ضغط عالي طول المباراه، اكيد احنا من خلال المباريات اللي فاتت اتعودنا ان احنا بنعمل زون منطقه، بندافع بشكل كويس، وعندنا الكاونتر اتاك عن طريق مرموش، عن طريق صلاح، عن طريق كمان يطلع معاهم طبعا لو كان النني او عمرو السوليه، وطبعا ابو الفتوح وعمر كمال، فعندنا ان شاء الله الاسلحه. لكن أهم سلاح إن شاء الله هو سلاح الهدوء والهدوء التام. إحنا المباراة ممكن تعدي لغاية 120 دقيقة والمنتخب الكاميروني هو اللي تحت الضغط، المنتخب الكاميروني بالأجواء اللي حواليه بالجماهير هتلاقي هيفتح خطوطه بشكل أو بآخر، هيكون عنده اندفاع هجومي بشكل كبير جدا. إحنا إزاي نصد هذا التقدم والاندفاع في الهجوم ونستغل الكاونتر أتاك، وكل ما الوقت يمر في صالحنا، وإن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا اللي ان شاء الله باذن الله يشرفنا ويوصل للمباراه النهائيه. زي ما حضراتكم عارفين طبعا المباراه النهائيه ان شاء الله يكون مصر طرف فيها امام المنتخب السنغالي، منتخب السنغال كمان ادى مباراه على المستوى الفني، مباراه رائعه جدا امام منتخب بوركينا فاسو وفاز 3-1. لكن ان شاء الله زي ما بقول منتخبنا النهارده عندنا
الثقة، عندنا الروح القتالية، عندنا الإصرار، عندنا العزيمة، عندنا الخبرة، والخبرة دي مهمة جدا لأن في بعض اللاعبين يعني أول مرة يشاركوا في البطولة الأفريقية لكن ظهروا بمستوى أكتر من رائع. زي ما بقول لحضراتكم إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا، الهدوء، الحذر، استغلال الفرص، بإذن الله إن شاء الله يكون الفوز للمنتخب المصري. عندنا نطلع لفاصل، لكن بعد الفاصل عندنا الناقد الرياضي إيهاب الجنيدي هيكون موجود معانا النهاردة، هنناقش معاه إن شاء الله شكل المنتخب المصري. يعني كلنا بنشوف يمكن خلال يعني أقل من نص ساعة هيكون التشكيل الرسمي نزل، هنشوف كمان الكاميرون إزاي إحنا نقدر كمان نكسر حاجز الكاميرون من خلال الناقد الرياضي إيهاب الجنيدي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، برحب بحضراتكم وبرحب بضيف النهارده في المحترف الناقد الرياضي ايهاب الجنيدي. مساء الخير عليك يا ايهاب. مساء الخير يا كابتن هاني، برحب بيك وبرحب بكل جماهير النادي الاهلي والجماهير المصريه، وان شاء الله كل ليله سعيده كده على مصر كلها يا رب ان شاء الله. هنتكلم اكيد على منتخبنا وعلى مباراه الكاميرون، لكن خلينا اخد معاك كده بعض الاخبار اللي يمكن الصحف العالميه تطرقت ليها بشكل كبير جدا. وعلى على سبيل المثال صحيفة ديل ميل البريطانية بتتكلم على تصريح غريب جدا، أبو بكر طبعا المهاجم الكاميروني لاعب النصر السعودي بيتكلم وبيقول أن صلاح لعيب كويس بيأدي بشكل كويس مع بلاده، لكن هو لا يقنعني، محمد صلاح ما بيقنعنيش ومش عاجبني بشكل كبير. تفتكر ده هل يعني من خلال الحرب النفسية اللي هي يمكن بيمر بيها منتخبنا خلال الأيام اللي فاتت بعد الفوز على المغرب ولقائه مع الكاميرون، هل الكلام دوت أيضا من الحروب النفسية على نجم كبير زي نجم محمد صلاح أفضل لعيب في العالم؟ طبعا يا كابتن يعني أنا بتفق معك تماما يعني في الكلام ده ضمن الحرب النفسية. فينسنت أبو بكر لعيب كبير جدا ونجم الكاميرون الأول في البطولة طبعا، وهدف البطولة حتى الآن 6 أهداف، ولكن تصريحه ده ليس له محل من الإعراب. أنت بتتكلم زي ما بنقول كده، الشمس واضحة للجميع، مفيش حد دلوقتي على خلاف يا كابتن على مستوى محمد صلاح بيعمل إيه في الكورة في العالم كله. العالم كله يخلع القبعات لمحمد صلاح حاليا وعارفين إيه محمد صلاح. فأنا شايف إن أبو بكر حب برضو ده النجم الكبير اللي في الفرقة المواجهة لينا، ومحمد صلاح نجم فرقتنا، قال أطلعه بره تركيزه شوية أخليه برضو هو طبعا تصريح يفكر فيه وكده. ده قدامنا إيهاب، وكمان هو كمان قال إنه محمد صلاح لعيب بيسجل بس كثير من الأهداف لكنه لا ينتج شيء في اللعبة ولا يرتقي لمستوى كيليان مبابي. هو تصريح مستفز، يعني تصريح انا يعني مستفز بشكل كبير، انه خلي بالك هو بيتكلم في نقطه هو المفروض اللعيب هداف، ويقول لك هو محمد صلاح ما بيعملش حاجه غير انه بيجيب جوان كتير. يعني انا يكفيني ان محمد صلاح يجيب جوان كتير. يعني انت راس حربه يا فينسنت نفسك، انت كل اللي بتعمله مع الكاميرون بتجيب اهداف، يعني هو مش لعيب بيمر تمريرات حاسمه بيعمل حاجه بيساعد في الدفاع، هو برضه لعيب هداف. التصريح ده كابتن يعني التصريح لقى عليه انتقادات كتير في السوشيال ميديا. صحيح. من محبي صلاح سواء في انجلترا او حتى في العرب ومصر والدنيا كلها، كله انتقد تصريحاته دي، والبعض يعني ضمها زي ما حضرتك قلت دلوقتي الجانب الحرب النفسيه، الحرب النفسيه اللي بيمارسها الكاميرون بقاله 3 أيام على كافه الاصعده. مسؤولين بداية من تصريحات إيتو الغريبة التي ليس لها، زي ما كيروش قال له في المؤتمر الصحفي، قال التصريحات دي ما عادش ليها مكان في كرة القدم، يعني إيه حرب ويعني إيه الموت ويعني إيه الدمار، الحاجات دي كلها ما عادش ليها مكان خلاص في كرة القدم الحديثة. إمبارح الطائرة الدرون اللي كانت بتلف فوق مران المنتخب وقالوا إجراءات أمنية، طب الإجراءات الأمنية دي ما شفناهاش ليه في الـ4 ماتشات اللي فاتوا، 5 ماتشات للمنتخب حتى الآن ما شافوهاش في التدريب، ما حصلتش في التدريب. قال لك لا بعد احداث ملعب اولمبي واللي حصل والتدافع الجماهيري وكده اجراءات امنيه. فانا شايف لا من الواضح ان في بيحاولوا يعملوا جو من التوتر حوالين تخرج من تركيزك. صحيح. هم عايزينك تخرج من تركيزك، هم خايفين من منتخب مصر، يبقى منتخب مصر سيد افريقيا، منتخب مصر هو الاول في افريقيا، كل صحيح. المنتخبات اللي كانت مرشحه على الورق قبل ما تلعب مصر والمغرب، لا ده المغرب ده اقوى، المغرب مرشح، مصر كودوفار هنتكلم في ده بالتفصيل. لكن كمان عايز اروح لجريده ليكيب الفرنسيه. ليكيب الفرنسيه يعني راحت لجزئيه قبل النهائي ما بين السنغال وبوركينا فاسو، ووصفت منتخب السنغال بالمنتخب القوي، منتخب فيه عناصر مميزه جدا، بيلعب كوره شامله بشكل كبير، واشادت بفوز السنغال على بوركينا فاسو 3-1. تمام.
منتخب قوي جدا يا كابتن، لا جدال في ده، منتخب بيقدم كوره رائعه في الوقت ده، منتخب السنغال. ان المنتخب طبعا يا كابتن وحضرتك ادرى بالنقطه دي، طبعا المنتخب يوصل للنهائي القاري بتاع القاره بتاعته، يوصل له للمره الثانيه على التوالي بعد ما وصل في مع منتخب الجزائر في 2019. معنى كده ان ده منتخب ماشي بثبات، منتخب ماشي بقوه، خطوات ثابته في البطوله، منتخب بيتقدم من فتره للتانيه بشكل كبير. عندهم نجم كبير جدا زي ما احنا بنراهن على محمد صلاح، عندهم نجم كبير جدا ساديو ماني. ساديو ماني قائد كبير يا كابتن في الملعب، صحيح. حتى لو ما فيش اهداف كتيره، حتى لو مش مؤثر قوي، ولكن هو الحلقه اللي بتدي كل الفرقه الروح وبيحمس لعيبته بشكل كبير جدا، وعندهم اصرار كبير انهم ياخدوا البطوله دي. صحيح، يمكن من خلال طبعا اللي كتب كمان في الكيب الفرنسيه ان هم بيقول ان المنتخب السنغالي يمكن ما بيأديش بجماليات معينه، ما فيش جماليات في اللعب، ولكن فريق افكت، فريق منظم، فريق يعني بيعرف يفوز بشكل او باخر، وده اللي شفناه يمكن في مباراه ساحل امام بوركينا فاسو. طيب على الجانب الاخر، طبعا جريده ديلي بوست النيجيريه، المدرب طبعا مدرب نيجيريا ومدير فني للمنتخب النيجيري، بيرشح وبيقول لك مصر، المنتخب المصري هو المنتخب بسيره. طبعا المدير الفني للمنتخب النيجيري بيقول ان مصر هي المرشحه الاولى للفوز بهذه البطوله، وبيقول ان مصر عندها كل الامكانيات اللي تقدر من خلالها ان تفوز بهذه البطوله. جوزيه بيسيرو ليس غريبا على الكره المصريه يا كابتن هاني، ده المدير الفني السابق للنادي الاهلي، قائد النادي الاهلي، عارف الكره المصريه جيدا، صحيح. شاف تطور منتخب مصر في البطوله، منتخب مصر اللي يشوفه في الدور الاول منتخب مصر ما كانش يرشحه ابدا انه يمر للادوار النهائيه ويعبر المنافسين الواحد تلو الاخر بالشكل ده. فهو جوزيه بيسيرو وجهه نظره ومن خلال مش بنهاش كده، ما قالش خلاص ان المنتخب ده يوصل كده، لا، في معطيات بنى عليها كلامه. منتخب مصر قدم اثنين من اجمل مباريات البطوله قدام كوديفوار ثم قدام المغرب، ثبات في المستوى، تحركات جيده، فكر مختلف في الملعب شفناه من كروش حتى بعد الانتقادات اللي كانت في الدور الاول، يعني كان في تطور كبير في منتخب مصر، بنى عليه رايه ده ان منتخب مصر مرشح قوي للفوز باللقب في النسخه دي من البطوله. صحيح، طب خليني اخد من كلامك واقول لك ايه الفرق اللي ممكن يظهر النهارده ما بين المنتخب ساحل عاج وفوزنا عليه ومنتخب المغربي، ايه اللي ممكن النهارده يحصل بالنسبه للمنتخب المصري؟ هل هيكون مفاجآت على مستوى التكنيك او على مستوى الفني اللي هيلعب بيه المنتخب الكاميروني؟ ايه هي المشاكل اللي ممكن يقابلها النهارده المنتخب المصري في مباراته؟ منتخب مصر المشكله الاكبر يا كابتن هاني من وجهه نظري هتكون الشراسه اللي هيقابلها من المنافس. المنافس هيكون شرس جدا على المستوى البدني ولا على المستوى الفني؟ على المستوى البدني. البدني منافس شرس جدا طوال المباراه، ويمكن من اول البطوله اول حاجه لاحظناها لما اتكلمنا كان في حديث بيني وبين حضرتك، قلنا ان المنتخب ده هيتعب اي فرقه هتقابله بدنيا. منتخب الكاميرون قوي جدا بدنيا، يعني من بدايه البطوله منتخب قوي جدا بدنيا، ما بيتعبوش لاخر دقيقه في المباراه بيلعبوا. خلي بالك ان احنا منتخب مصر لعب ماتشين بوقت اضافي، ماتش كوريفار وبعدين ماتش المغرب، ارهق جامد جدا في دور ال 16 وفي دور الثمانيه، ممكن ده ياثر على منتخب مصر النهارده. عامل ثاني هيكون ضغط كبير على منتخب مصر، الجماهير، جماهير هتكون اكيد الملعب مكتظ عن اخره النهارده بالجماهير، جماهير اللي الثانيه هتكون بتشجع بقوه وبشراسه منتخب الكاميرون النهارده، ده برده هيكون عامل ضغط كبير على لعيبه منتخب مصر، وهيكون عامل تحفيز كبير للاعيبه منتخب الكاميرون اللي شايفين انهم بيلعبوا على ارضهم، ويوم بعد يوم شايفين حتى تصريحات مدربهم امبارح بيقول ان البطوله قربت، البطوله احنا قدامنا محطه صعبه جدا يصف بيها محطه منتخب مصر، لو عدينا المحطه دي هنبقى قربنا كتير قوي من اللقب. صحيح. طيب اعتقد قبل ما يقولوا لي التشكيل، عشان تقريبا التشكيل نزل، كنت تتوقع عني تشكيل ونقارنه بالتشكيل الرسمي اللي نزل. طيب انا ما اعرفش ايه اللي اتقال، بس انا اقول انا محمد ابو جبل، عمر كمال، الونش وعبد المنعم وفتوح، في النص هيرجع حمدي فتحي مع السوليه والنني، والثلاثي الهجوم اللي ما بيغيروش محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش. ده اعتقد التشكيل الاقرب، فعايزين لسه التشكيل الرسمي ما نزلش، لكن اعتقد ده الشكل الافضل للمنتخب المصري. انت بتتكلم على حمدي فتحي، ورقه اعتقد مهمه جدا جدا في مباراه النهارده على المستوى التكتيكي. بنتكلم كمان يا هاب، كنت بتتكلم على المخزون البدني للمنتخب المصري، اكيد اتاثر بالماتشين امام ساحل العاج وامام المنتخب المغربي. ايه اللي ممكن يعمله المنتخب المصري علشان يواجه الشراسه على المستوى البدني للمنتخب الكاميروني؟
منتخب مصر لازم يقسم المباراه لفترات، دي بدايه النجاح في المباراه دي، يشوف فتره جس النبض، يمتص حماس المنتخب الكاميروني. اكيد المنتخب الكاميروني هينزل بدفعه معنويه وحماس زائد شديد بحثا عن هدف مبكر يساعده في المباراه. منتخب مصر عنده من الخبرات الكبيره جدا ولاعيبته عندها من الخبرات انه يقدر يتعامل مع الشكل ده ومع الشكل الهجومي ده من فريق صاحب ارض وجمهور، ده بيبقى ليه طريقته. اكيد عند لعيبه مصر وكيروش كلمهم في النقطه دي، عندهم خبرات، لازم نقسم المباراه، لازم يوزع مجهود الفريق على مدار المباراه كلها يا كابتن، لان لازم نحط احتمال كبير ان المباراه ممكن تبقى زي كوت ديفوار والمغرب، ممكن تمتد لوقت اضافي جديد. النهارده كيروش تجربه في المباراه اللي فاتت اثبتت ان منتخب مصر مع كيروش ليس في حاجه لصانع لعب. منتخب لا يعتمد على صانع لعب، اللعيب اللي هو البلاي ميكر في نص الملعب عبد الله السعيد او غيره، ايا كان الاسم، التجربه لما جربها تريزيجيه في المباراه الاولى كانت تجربه يعني مش عايزين نقول فشله، كانش جاهز لسه يعني بدنيا يعني. لا برضه تجربه ما كانتش ناجحه. احنا منتخب مصر خلاص هي طريقته دلوقتي الافضل والاقرب للنجاح دايما اللي بيطبقها كيروش هو انه بيلعب بثلاثه ديفندر في نص الملعب، واحد منهم بيرجع يامن مع الدفاع دايما، غالبا حمدي فتحي بيقوم بالدور ده. قدام منتخب زي الكاميرون خاصة في القدرات البدنية العالية جدا لثنائي زي فينسنت أبو بكر العملاق الدبابة شبيه لوكاكو زي ما بيقولوا عليه. طيب والتشكيل برضو تشكيل منتخب مصر النهاردة أمام المنتخب الكاميروني، طبعا أبو جبل في حراسة المرمى، عمر كمال عبد الواحد باك يمين، بنتكلم على محمد عبد المنعم والونش اثنين سردباكات، أبو الفتوح أحمد فتوح في الجهة اليسرى، بنتكلم على ثلاثي وسط الملعب حمدي فتحي عمرو السوليه والنني، ثلاثي في وسط الملعب مع الثلاثي الهجومي محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش زي ما انت هو التشكيل هو نفس التشكيل، وفي اعتقادي ده التشكيل الامثل، ده التشكيل القريب جدا لهذه المباراه. دخول حمدي فتحي اعتقد هيعمل عامل ايجابي، لان زي ما بنقول وارد جدا كمان ايهاب ان حمدي فتحي يلعب نفس الدور اللي بيقوم بيه في النادي الاهلي، يعني نطير الاجناب في وقت معين ونلعب بثلاثه في الخط الخلفي، يبقى موجود حمدي فتحي جنب محمد عبد المنعم والونش، ونطير عمر كمال الباكين عمر وفتوح. بص يا كابتن، في حاله الهجمه علينا، الهجوم اللي علينا، وده طريقه يعني منتخب الكاميرون الضغط الكبير، لازم تقفله. منتخب الكاميرون من المنتخبات بيعتمد على حاجه اساسيه جدا زي الكره الجزاء، بيعتمد على الكره الطويله للاثنين زي ما قلت حركه الدبابه فينسنت ابو بكر وقال اوتوكو كامبي مهاجم ليون والخطير جدا واللي هو كمان جايب 5 أهداف في البطوله. كل اعتماد منتخب الكاميرون خلال المباريات واللي شفناها الكره الطويله والعرضيات، صحيح العرضيات الاثنين دول ابو بكر ده فنار اي كره لازم محتاج مراقبه قويه معاه، فطريقه انك تامن قدام الاثنين دول قدام منتخب بالشكل ده وبالقدرات البدنيه دي لازم هيميل عمرو السوليه على عمر كمال في حاله هجماتهم يبقى مامن معاه، ده في حاله الهجوم علينا، والناحيه الثانيه هيميل النني على فتوح، وهيبقى عندنا النص يرجع ورا مع الاثنين الهاف الاثنين المدافعين بتوعنا، حمدي فتحي هينزل في وسطهم زي ما حضرتك قلت زي ما بيعمل في النادي الاهلي، يبقى كده امنت تماما في حال هجمات الكاميرون. في حال الهجوم احنا نقوم بالهجمه، خلينا نشوف بقى في حاله الهجوم عندنا فاصل سريع ونشوف كيف يفوز ان شاء الله المنتخب المصري على المنتخب الكاميروني، واستغل الاندفاع الهجومي اللي طبعا يعني مؤكد هيكون في اول ربع ساعه. المنتخب الكاميروني عنده على ارضه ما بين جماهيره وفي حماسه كبيره جدا جدا هتكون في الملعب، اكيد هينطلق باندفاع هجومي، ازاي احنا نصد هذا الاندفاع في اول ربع ساعه، وكمان ممكن نستغله بالكاونت اتاك، عندنا محمد صلاح، عندنا مرموش، عندنا لعيبه سريعه، هنناقش ده مع ايهاب الجندي بعد الفاصل. حسني عبد الرابو، حسني زيزو 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 هيا بتلينكا. تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل الوصول إلى المحطة الأخيرة في رحلة البحث عن اللقب الثامن، يصطدم منتخبنا الوطني مساء اليوم بنظيره الكاميروني في مواجهة صعبة وخارج التوقعات. تحمل المباراة بين الفراعنة والأسود الغير المروضة الطابع الثأري لمحمد صلاح ورفاقه بعد خسارة منتخب مصر في نسخة البطولة عام 2017، ولذا يبحث منتخبنا عن الرد بقوة على الأسود في مباراة الليلة. ويخوض منتخبنا الوطني في ظل ظروف صعبة ظل معاناة كتيبة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش من غياب العديد من العناصر المؤثرة للإصابة مثل أكرم توفيق ومحمد الشناوي وأحمد حجازي،
إضافة إلى مشاركة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة مثل محمد أبو جبل وحمدي فتحي ومحمود حمدي الونش. ويزيد من صعوبة المباراة بين مصر والكاميرون أن المباراة تقام على أرض الفريق المنافس وبين جماهير في الاستاد الأولمبي، فضلا عن حالة القلق من الحكم الجامبي بكاري غاساما الذي عينه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإدارة المباراة. رغم ما له من تاريخ أسود وخطايا مع الكرة المصرية لا سيما في حق النادي الأهلي، المنتخب المصري أنهى استعداداته للمباراة في ظل حالة من المعنويات المرتفعة جدا المسيطرة على اللاعبين الذين تتملكهم الرغبة في مواصلة المشوار والإطاحة بمرشح جديد لاقتناص اللقب، بعد أن أنهوا في الجولتين الماضيتين أحلام الأفيال الإيفوارية وأسود المغرب الأطلسية، وكان المنتخبان من أقوى المرشحين لنيل لقب النسخة الحالية. اتمنى يا رجالة شعار يراود كل جماهير الكرة المصرية حاليا على اختلاف ألوانهم في ظل الأداء المحترم والظهور القوي والتطور الكبير من مباراة لأخرى لمحمد صلاح وزملائه في مشوار كأس الأمم الإفريقية. حسني عبد الرافو، حسني هيزو زيزو 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 هيا بتريكا. ان شاء الله تتمنى يا رجاله باذن الله، انا متفائل خير. النهارده مباراه اكيد مباراه صعبه، اكيد مباراه حماسيه بشكل كبير جدا، لكن احنا ان شاء الله قادرين باذن الله ايهاب ان احنا نفوز بالمباراه لو ونحط يمكن اربع خمس عوامل. لو ايه؟ نفوز بالمباراه ازاي؟ احترمنا الخصم رقم واحد، احترمنا الخصم طبعا، احترمنا الخصم بشكل قوي تقديره. لازم نحط في دماغنا مش هو المنافس اللي قابلناه في كل المنتخب الكاميرون، كابتن منتخب مختلف تماما عن كل المنتخبات اللي قابلناها. منتخب الكاميرون منتخب شرس جدا، كل مباراته منتخب شرس جدا، ويزيد من شراسته انهم عايزين البطوله دي. حضرتك شفت قد ايه هم حاربوا اساسا عشان البطوله تقام، صحيح؟ فهم بيلعبوا البطوله دي، البطوله دي نظام لازم ناخدها، وده ده يفتح، لازم ناخدها دي تفتح قدامك بقى كل حاجه تتخيلها في دماغك. فلازم نتوقع النهارده تحكيم ممكن يكون مش في صالحنا، خاصة مع بكاري جسامة اللي ليه خطايا، أنا ما بقولش أخطاء، خطايا مع الكرة المصرية ومع النادي، مع النادي الأهلي، مع النادي الأهلي في ماتش الوداد، في ماتش صن داونز، ماتشات كتير جدا يعني هو ليه خطايا وكوارث مع الكرة المصرية. لازم نحط في دماغنا ده، لازم ما يتكلمش حد زي ما حضرتك، أنا كنت سامع حضرتك في الإنترو بتتكلم كباتن الفرقة، تتكلم مع الحكم بالظبط، مش عايزين ما تخشش ويبدأ تركيزك يقل واللعيبة تتجمع كل واحد، ده نقطة مهمة جدا يعني. لأن كان في نقطة وحشة أنا شفتها في ماتش المغرب تقريبا، الاعتراض على الحكم يا كابتن، الصور كل اللعيبة بتروح تعترض، حتى اللعيبة اللي على الدكة كمان كله بينزل يعترض على الحكم، فده شكل مش طبيعي. ممكن الحكم محدش هيلومه ساعتها ويقول لك فرصة، هو كده كده حكم يعني، مش عايز أقول دون المستوى بس يعني ذكرياته معانا مش جيدة، مش هنقول أكتر من كده. فممكن يستغلها، يطرد لي لاعب، ينزل لي لاعب، يخرج اللاعبين اساسا عن تركيزهم، يموت رتم المباراه، كل ده ممكن نتوقعه النهارده. ده برضو عايز كمان طبعا، اكيد طبعا كروش عنده والجهاز الفني والجهاز المعاون اكيد طبعا، واللعيب عندها هذه الخبرات، انه ممكن جدا ان يكون الحكم يوصلك لدرجه انك تستفزه بشكل كبير وتعترض بشكل غير لائق، وبالتالي تاخد كارت اصفر في كارت احمر وبتصعب الامور. فعشان كده بقول ان الهدوء في المباراه زي هدوء لازم يكون متواجد بشكل كبير، مش الهدوء انك يعني سايب نفسك، لكن الهدوء والروح القتاليه العاليه ده كمان مهم جدا. على المستوى التكتيكي بقى ايهاب، انت بتتكلم دلوقتي على راس حربه سريع بيلعب بدماغه كويس، هداف البطوله لغايه دلوقتي بست اهداف، عندنا عبد المنعم، محمد عبد المنعم اللي انا في رايي المكسب الكبير والمكسب الحقيقي لمنتخب مصر هذا اللاعب، والوينش بعد عودته من الإصابة. إزاي نوقف هذا اللاعب وخطورة هذا اللاعب؟ طيب هنا هيبقى في دور كبير جدا يا كابتن للاعيب الوسط، لازم من الأول لاعيب الوسط ما نسمحش لفينسنت أبو بكر، مش لأبو بكر بقى، أنا هقول لك اللي بيوصلوا الهجمة لأبو بكر، حتى دي ممكن نلاحظها جميلة جدا لما تسأل كونسيساو البرتغالي المدرب بتاعهم على فرقته، قال مش هم دول الناس كلها بتتكلم عن فينسنت أبو بكر وكارل توكو إيكامبي، في فريق كامل بيشتغل تحتهم بيوصلهم للنقطه دي، احنا عايزين نمنع الامدادات، خط الامدادات ده نمنعه، مش هيعمل حاجه، هو كل لعبهم عرضيات وكره طويله زي ما قلت لحضرتك بتجيلهم من ورا، فلازم احنا نقفل اللعب على الجناحين اللي بيمدوهم، ولاعيبه النص بتوع الكاميرون اللي بيمدوا
ابو بكر وايكامبي بالهجمات. يعني انت النقطه المهمه بالنسبه لك ان عمليه الضغط في نص الملعب لازم تكون قويه جدا، ما نسيبش مساحات في وسط الملعب على اساس ان الكره توصل، ولو حصلت وصلت حتى للمهاجم تبقى واصله بشكل غير مناسب، يعني ممكن جدا تكون فرصه لعب منعم، فرصه للونش ان هو يعني ممكن يقطع الكره، لكن الاساس وسط الملعب. طب الاجناب، احنا بنتكلم كمان عندهم اجناب بشكل كويس جدا، دول لعيبه مميزه في الاجناب. دور اللي هنا اللي هيقوم بيه فتوح وعمر كمال عبد الواحد، لازم يميل زي ما قلت لحضرتك يا كابتن، لازم يميل لعيب من نص الملعب على دفع حاله هجمات الكاميرون، ولازم يميل عمرو السوليه ناحيه عمر كمال، وهيميل وهنشوف ده في الملعب ان شاء الله كمان شويه، ويميل النني ناحيه فتوح عشان يغطوا الاجناب، لان الاجناب الكاميرونيه قويه جدا، عندهم اثنين اجناب مميزين جدا في الهجمات ومميزين جدا في العرضيات. لازم يبقى العرضيات يا قبل كنت هكلمك عليها برضو، العرضيات من الحاجات الخطر جدا، لانه بيلعب بدماغه كويس قوي قوي. ابو بكر بيلعب بشكل اكتر من رائع، يعني في بعض الحالات بيخطف من قدام، بعض الحالات الجامب بتاعه عالي، وشفناه من خلال اهدافه اللي احرزها. فانك كمان تقفل الخط دوت او تقفل النقطه دي، انك لازم يكون ما فيش عرضيات توصل كتير لمنطقه الجزاء. 60-70% كابتن من القضاء على خطوره ابو بكر النهارده فينسنت ابو بكر انك تمنع عنه العرضيات، لان مع احترامي للمدافعين بتوع المدافعين مميزين جدا ماشي، ولكن ده عملاق. احنا شفنا حتى الصحف بيتكلموا عليه في البطوله، الصحف العالميه دلوقتي بيقولوا شبيه لوكاكو، بعد ما الراجل سجل ست اهداف ووصل كده العملاق والطول بتاعه 192 سم ولا حاجه. لازم اللعيب ده مع احترامي محمد عبد المنعم يعني جسمه وقدراته البدنيه هيبقى صعب يتعامل معاه. برضو الونش راجع من اصابه، هل يا ترى هيبقى ايه النهارده؟ ان شاء الله يكون مميز يعني جدا. والونش في الكرات العاليه مميز جدا، لكن خلينا نتكلم ان هي القوه البدنيه هي اللي هتبقى صعبه شويه. صحيح. ولذلك انا بقول ان احنا ما نوصلش المدافعين بتوعنا انهم يبقوا في الوضع ده، وعشان كده كابتن انا متوقع كتير هنلاقي النهارده، وعشان كده كابتن مستر كروش لجا لحمدي فتحي. حمدي فتحي هيكون كتير جدا مع الاثنين لعيبه المدافعين بتوعنا في حال هجمات الكاميرون، هيكون معاهم بيقفل وبيكون بيملى، هيسد الثغره حتى لو في ثغره بينهم لما ده يروح مع حد وده يروح مع حد، لان برضو الاثنين دول بيفتحوا مساحات كبيره للي جايين من وراهم. يعني زي نظام ليبرو متقدم، يعني في الحاله واحنا معانا الكوره بيكون قدام الاثنين السرد باكين، في حاله لو خسرنا الكوره بيكون قريب بشكل كبير جدا، علشان حتى الكوره الثانيه، الكوره الثانيه كمان مهمه جدا، الريباوند اللي بيرجع السكند بول عندنا. بالظبط بالظبط. نقطه ثانيه يا كابتن هاني، لازم ناخد نلعب عليها دفاع منتخب الكاميرون، المدافعين بطاء جدا جدا. طب دي هتاخدنا بقى ازاي بعد احنا بندافع كويس، وهيكون في اندفاع من المنتخب الكاميروني اكيد، بندافع كويس بنعمل بلوك الكاونتر كويس أتاك. مفيش مساحات، اللي كان شويه بيعيب المنتخب المصري ان احنا الترانزاكشن التحول من الحاله الدفاعيه الهجوميه ما كانش كويس، ظهر بشكل اكتر من رائع في مباراه المغرب ومباراه ساحل العاج. نستغل ده ازاي؟ عن طريق ايه؟ نقطع ازاي؟ عندنا مثال يا كابتن، الهدف بتاع محمد صلاح في المغرب، الهدف اللي جابه تريزيجيه والانتقال، هي الكره برده كانت هجمه عليها ومرفوعه ارضيه، وفي ضغط للمنتخب المغربي عايز يخطف هدف الفوز، لكن احمد سيد سيزو في ثانيه مرر تمريره كده سريعه جدا، خلى صلاح، وكان في خطا من المدافع ادم ماسينا اعتقد ساعتها، انه طلع مع زيزو وساب صلاح ورا، فاضطر ساعتها برده خرج قلب الدفاع يقابل صلاح، لان اساسا الباك اللي المفروض يقابله ادم ماسينا خرج لغايه زيزو في نص الملعب، كان متقدم فزيزو راح مرر الكوره. دي كانت كلها هجمه سريعه جدا، وكان في التحام كويس جدا بدايه، انا بقول ان بدايه الجون ده مصطفى محمد، الالتحام اللي عمله في الكره الهوائيه ودى الكره لزيزو، بيقوم بادوار دفاعيه مهمه جدا. يعني حتى لو ما فيش اهداف لمصطفى محمد في البطوله، والناس بتتساءل مستر كروش بيعتمد عليه باستمرار، مصطفى محمد بيقوم بادوار دفاعيه قويه جدا مع منتخب مصر حتى الان، يعني اكتر منه مش عايز اقول مهاجم، اكتر منه مدافع مع الفرقه. فالسرعه دي في نقل الهجمه، واللي حصل الهدف ده مثال عندنا، ووصلت لصلاح وصلاح مرر الكوره، ده في حاله منتخب المغرب كمان عنده مدافعين سراع وبيلعبوا كويس وبيلعبوا كوره. لا احنا عندنا في نقطه لازم نستغلها النهارده، نقطه مهمه جدا، ان العيب الكبير اللي كله بيعيبه على منتخب الكاميرون هو بطء قلبين الدفاع وبطء خط الدفاع بالكامل. هم عندهم بطء، اي مهاجم سريع هيلعب عليهم، وعندنا محمد صلاح اسرع مهاجم في العالم واسرع جناح في العالم ان شاء الله، وتريزيجيه الناحيه الثانيه، فلما يلعبوا بالطريقه دي هتبقى ده هيفتح لنا طبعا التشكيل، وهاخد من التشكيل اللي احنا قلنا التشكيل اوريدي، لكن خلينا نتكلم على دكه الاحتياطي. طبعا محمد صبحي، محمود جاد حراسه المرمى، تريزيجيه، امام عاشور، محمد شريف، رمضان صبحي، مهند لاشين، ايمن اشرف،
وطبعا احمد سيد زيزو، محمود علاء، مروان حمدي، وعبد الله السعيد. في المباريات زي دي كمان يا ايهاب اعتقد الدكه الاحتياطي بتكون عليها عامل مهم جدا للفوز بالمباراه. شفنا المباراه اللي فاتت دخول تريزيجيه، دخول زيزو عمل تغيير الى حد كبير في الحاله الهجوميه وقدر تريزيجيه يحرز هدف. انت شايف من خلال دكه الاحتياطي مين اللي هيكون عليه الادوار المهمه؟ طبعا على حسب سيناريو المباراه، مين اللي شايف من خلال الدكه انه ممكن ينزل يعمل الفارق؟ هما اتنين يا كابتن، ومن بدايه البطوله التجربه اثبتتها هما الاثنين اللي بيعملوا خطوره لمنتخب مصر. احمد سيد زيزو لعيب نشط جدا، لعيب محوري في نص الملعب، لعيب بيقدر يحرك الفرقه، ومحمود حسن تريزيجيه اللي اتطور مستواه، واللي احنا زي ما كنت حضرتك بتقول هو عايز، كان عايز يلعب، عايز يشارك مباريات اكتر، لعيب عائد من اصابه كبيره 8 اشهر رباط صليبي، اما لعب وخد ماتش في الثاني اتطور جدا في المباراه الاخيره وشفناه اكثر فعاليه على المرمى وسدد اكتر من تسديده. فهم الاثنين دول اللي في ايدهم هم دول الاوراق الرابحه على دكه منتخب مصر. بعض الناس كانت بتنتقد شويه عمر مرموش، يقول لك عمر خد فرص كتير جدا وعلى المردود الفني مش على المستوى اللي كنا عارفين عمر من خلال حتى مبارياته هنا امام المنتخب الليبي. ودي نقطه، وجود رمضان صبحي يمكن المباراه اللي فاتت نزل لاوقات قليله، غياب رمضان صبحي بقاله فتره كمان، دور محمد شريف لو بنتكلم على مصطفى محمد بيقوم بادوار دفاعيه بشكل كويس، بيحاول بقدر الامكان، لكن كمان وجود محمد شريف في رايي ان كروش ما استفادش بيه بالقدر الكافي. يعني كان ممكن وارد جدا محمد شريف يشارك في عدد من الدقائق اكتر من كده عشان كمان يكون جاهز، كذلك رمضان صبحي لانه كمان سلاح قوي جدا لو جاهز بشكل مميز ولو في الفورمه بتاعته. ده يعدنا يا كابتن اللي قلناه اول ما كروش وانا قاعد مع حضرتك هنا في المكان ده مسك المنتخب، كروش راجل عنده سياسه ما بيغيرهاش، هو بيعتمد على المحترفين في كل المنتخبات اللي مسكها، هو راجل مقتنع تماما ان دايما اللاعب المحترف اللي بيلعب بره هو عنده ده لاعب افضل. مش معترض بس كمان اللاعب المحترف هو لاعب مصطفى محمد، لاعب كويس ولاعب هايل، لكن كمان زي ما بتكلم لازم يكون البديل كمان جاهز. يعني في فتره من الفترات ممكن جدا مصطفى محمد يكون ادى ادوار كويسه لكن محتاج شكل مختلف، محتاج انك نشتغل بينيات. يعني عندنا محمد صلاح بيضم، مرموش بيضم، يبقى في شغل من العمق شويه. مصطفى محمد في اعتقادي الشخصي محتاج كورسات اكتر، محتاج كور عرضيه بشكل اكتر شويه، فليه لا ان يمكن ممكن جدا يكون كمان شريف يقوم بادوار هجوميه. يعني طبعا شريف ورقه رابحه موجوده يا كابتن يلجأ لها في اي وقت على الدكه كراس حربه لو احتاج لراس حربه، ولكن هو بيلاعب مصطفى محمد زي ما قلنا اتكلمنا، هو بيلاعب مصطفى محمد عشان القوه البدنيه. محمد شريف يعني حتى الالتحام شفناه الماتش اللي اتعور فيه في بقه وكده، الالتحام هو عايز لعيب قوي جدا، الافارقه محتاجين لعيب يخبط فيهم زي ما بيقولوا كده، ايوه نقول بلغه الكوره يخبط فيهم، هو مصطفى محمد بيقوم له بالدور ده. انما ما نقدرش ننكر ان محمد شريف ورقه قويه جدا موجوده كراس حربه، بيعرف يجيب جول، ودي أيوة. حاجه دي اللي مفتقدينها في مصطفى محمد. محمد شريف عنده ميزه كبيره انه بيعرف يجيب جول، حافظ الشبكه، حافظ تحت العارضه والقائمين زي ما بيقولوا، حتى الكره اللي اتعور فيها يعني كانت كره خطيره جدا لعبها برده بالهيد وطلعت. فمحمد شريف يعتبر ورقه رابحه موجوده، نتمنى نشوفه في مباراه النهارده ونشوفه منتخب مصر كسبان ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. زي ما بقول يمكن كان في حرب تصريحات قبل مباراه مصر والكاميرون من كل الجهات، لكن على مستوى كيروش المدير الفني للمنتخب المصري وتصريحاته قبل المباراه نشوفها مع حضراتكم. لدينا احترام كبير للكاميرون وللاعبيه، لقد قدموا أداء جيدا، وكما قلت فإن القوة الضاربة للكاميرون كانت تسجيل الأهداف، لكننا جاهزون، إنه أمر مميز لأننا ننتقل إلى المباريات النهائية، نصف النهائي والنهائي، بعد خمس مباريات أعتقد أن كل شيء مفتوح لجميع الفرق. For all the teams. ده كان كروش طبعا، وبيقول هو طبعا اكيد بيحترم المنتخب الكاميروني، وبيقول المنتخب الكاميروني عنده قدره على التسجيل ما فيش شك، وبالتالي واضح جدا خلاص الاوراق كلها واضحه، ويمكن التكتيك هو اللي بيقوم بدور كبير جدا، وزي ما قلت كمان الدور البدني والعامل البدني هيكون كمان ليه دور مهم جدا في مباراه النهارده. رايك ايه في تصريحات طبعا كابتن هاني؟ وبرده هيزيد من صعوبه المباراه ان المدرسه
المدرسة البرتغالية هي اللي بتدير المباراة، المدرسة الفنية اللي بره يعني كروش، وهيكون قدامه مواطنه أنطونيو كونسيساو برضه مدرب أثبت نجاحات كبيرة مع الكاميرون من ساعة ما تولى تدريب الفرقة، مدرب متميز. مستر كروش بيؤكد على احترام المنافس زي ما اتكلمنا في النقطة دي، ولكن هو بيقول إن لينا طموحنا، وهو حتى وجه رسالة للعيبة عبر حسابه على تويتر امبارح تقريبا واتكلم في النقطة دي وقال لهم يلا يا رجالة احنا عندنا خطوة جديدة نحو اللقب. عايز أقول إن كروش عكس ما ظهر لنا في البداية، عكس ما ظهر خالص وعكس ما الكل قال إن راجل بائس ومحبط. عايز أنا وإنت نقارن ما بين كروش كارلوس كروش قبل ما نسافر أو تصريحاته وهو موجود في مصر، وال 180 درجة اللي اتقلبت بعد كمان وصلنا لبعد دور المجموعات والفوز على المنتخب ساحل العاج. نشوف هذا التحول مع إيهاب الجنيدي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، برحب بحضراتكم وبرحب بضيفي ايهاب الجنيدي. ايهاب، كنا بنتكلم على انها مباراه صعبه وفي مواقف كتيره جدا جدا هتمر على منتخبنا وعلى لاعبتنا النهارده، لازم يكون في عنصر الخبره موجود. عنصر الخبره كان متوفر اكيد في محمد الشناوي طبعا اللي يمكن اصيب وخرج للاصابه، لكن يبقى كمان دوره خارج الملعب مهم جدا. احنا عارفين ان الشناوي طبعا خد افضل حارس مرمى في دور المجموعات، شايف كمان دور الشناوي ازاي من بره الخطوط؟ يعني خلينا نتكلم ابو جبل بينزل بيعمل ادواره، وحتى محمد صبحي لما نزل عمل مباراه لا باس بها. محمد الشناوي قائد في المنتخب الوطني، احد قاده الفريق مع محمد صلاح وعمرو السوليه، هو القائد بعديهم طبعا. دوره مهم جدا زي ما حضرتك قلت يا كابتن هاني. الايام اللي فاتت وفقا للمعلومات اللي جات لنا من معسكر المنتخب كان بيحفز، وده شيء جميل جدا، وشفناها حتى بعد ماتش كودوفار الحضن اللي كان بينه وبين محمد ابو جبل. صحيح. كان بيحفز الحراس بشكل قوي جدا، وكان بيحفز قعد مع محمد صبحي اول امبارح وقال له كان لسه موقف ابو جبل ما بانش بنسبه كبيره ايه الدنيا معاه، ولكن ابو جبل جاهز للمباراه وبيشارك زي ما قلنا في التشكيل بيحمل. بس محمد الشناوي قعد كدور قعد مع محمد صبحي، انت حارس كبير، انت ثقه، نزلت في مباراه كبيره جدا واديت وما خفتش، واستعد ممكن تلعب وممكن تشارك قدام الكاميرون، كلنا واحد. طبعا ده بيعكس الروح اللي بين اللعيبه، وبيعكس الروح اللي موجوده في المنتخب، وبيعكس روح القائد. قائد اما يكون قائد محمد الشناوي حارس خلاص، حارس بقى كبير جدا، حتى ما بيتكلموا عليه دلوقتي الصحف هناك في الكاميرون الكلام ده، يقولوا حارس الافضل في افريقيا ومن افضل حراس العالم ومعروف في العالم كله. يعني هم حتى تعليقاتهم عليه ان ده بقى حارس معروف في العالم كله. فطبعا ده دور مهم جدا لمحمد الشناوي. حتى امبارح لما اتكلم في المؤتمر الصحفي كانت تصريحاته كلها ثقه وتاكيد على ان منتخب مصر قادر يعدي المباراه دي، وقادر انه يقدم انجاز خلال المباراه، وسمن دور صلاح ده برضه اللعيبه، ده بيعكس لنا الحاله اللي موجوده في منتخب مصر عكس ما يروج البعض. يعني انا مش شايف، انا بنتقد الحقيقه واستغل وانا هنا انتقد الاعلام، مش عايز اقول اعلام يعني غير مسؤول او كذا، البعض اللي يكتب حد يكتب اكيد اللي بيكتب ده غير مسؤول، خلافات في منتخب مصر، مش عارف الوان في منتخب مصر، اهلي وزمالك، مش الكلام ده كله مش موجود، ومش موجود جوه منتخب مصر، مش موجود في الواقع. لا مفيش الكلام دوت، وخلي بالك الصوره يعني بمليون تعبير ومليون كلمه، احنا الصور اللي بنشوفها تكاتف اللعيبه، الصوره اللي شفناها شناوي مع ابو جبل، شفنا محمد صلاح وهو ناطط فوق ابو جبل وفرحه قد ايه صلاح بالفوز، شفنا تريزيجيه وهو القعده وصلاح، لا الروح ديت انا كنت لعيب كوره وعارف، احنا كنا بنمر بحاجات لما بتكون الروح مش موجوده ما بتلاقيش الكلام ده خالص، لا على العكس تماما، بأيدك ان الاجواء ما بين اللاعبين اجواء جيده جدا، وان الشناوي كان بيتكلم ان وفرصتنا واحد افضل لعيب على مستوى العالم موجود معانا وبيحفزنا وبيقعد معانا، واحنا فخورين بمحمد صلاح انه موجود معانا، فكل دي اجواء ايجابيه ان شاء الله النهارده تنعكس على ادائنا في الملعب. يعني ان شاء الله يا كابتن، يعني انت شو يعني الروح دي موجوده. تصحيح كابتن محمود الخطيب، يعني تصحيح كابتن محمود الخطيب اول امبارح، قمه المسؤوليه الوطنيه، انت فرقتك يعني في النهايه هقول للنادي الاهلي ما هو بيلعب باسم مصر وبيلعب كاس العالم للانديه، ولكن لما حصل تعرض قال ايه؟ مصر اولا طبعا، والعالم كله خدها انه مصر اولا. احنا كنا اتكلمنا من البدايه وقلنا ان هيبقى في تعارض بين البطوله وبين مونديال الانديه، ولجأنا للاتحاد المصري والاتحاد الافريقي ووعدونا بحل، ما فيش حل،
كابتن خطيب في النهايه قال ايه، ولكن في النهايه قال ايه، مصر اولا. خلاص ما دام حصل تعارض بين مصلحه مصر وبين مصلحه النادي الاهلي، هو دايما النادي الاهلي مصر اولا. هو ده النادي الاهلي دايما مش بنقول يدفع ضريبه، ده واجب النادي الاهلي اولا. احنا اتعلمنا في النادي الاهلي طبعا شعار النادي الاهلي ده شعار، واحنا يعني الاهلي فوق الجميع، لكن يبقى منتخب مصر فوق الجميع، ده طبيعي جدا. كنت قبل الفاصل بكلمك على التحول شخصيه كروش في خلال التصريحات اللي طلعت قبل البطوله واثارت الكثير من الجدل على مستوى السوشيال ميديا، وما بين تصريحاته اللي اختلفت تماما يعني في الفترات الاخيره. شايف ده تغير في الشخصيه، فهم شويه شخصيه اللاعب المصري، فهم شويه الاجواء في مصر عامله ازاي، علشان كده بدا يعني تصريحاته تميل الى الايجابيه؟ بص يا كابتن، كروش جه زي ما بيقولوا مضل النار على طول، جه على ماتشات حسام البدري اتشال، نزل هو على ماتشات مهمه لازم عشان يحسم تاهل، حسم المرحله الاولى، وصل للمباراه الفاصله، دخل بعدها على بطوله كانت وديه حاول يستكشف فيها، ما استكشفش كل المنتخب لان كانت العناصر الاساسيه كلها غايبه تقريبا في بطوله كاس العرب، بس فادته البطوله دي جدا انه استكشف عناصر اهي موجوده وبتقدم لنا وبتعمل شغل عالي كبير جدا في البطوله دي، زي عمر كمال كعنصر ثابت في التشكيله من بدايه البطوله بعد اصابه اكرم نجمنا اكرم توفيق، ومحمد عبد المنعم مدافع مستقبل كبير جدا ومدافع متميز جدا، فبرضه التجربه بتاع كاس العرب افادته. الراجل في بدايه البطوله طبعا كل الناس، وده اثار حاله من الاستياء في الشارع المصري ضده كبيره، قال انا جاي عشان كاس عالم، كل ما اتكلمه انا جاي عشان كاس عالم، ما تسالنيش غير على كاس العالم. طب ازاي بطوله افريقيا دي مهمه جدا في الشارع المصري، مهمه جدا عند كل واحد جمهور اللي بيحب الكره في مصر، حاجه مهمه جدا عنده بطوله افريقيا. صحيح. مع توالي مباريات البطوله لقينا التون اختلف بتاع التصريحات بتاع الراجل خلاص بقى كل ماتش يتكلم، كل ماتش يطلع بعد الماتش يوجه كلمه للاعيبته عبر حسابه على تويتر او في مؤتمر صحفي، يا رجاله احنا بيكوا بالقلب وبنعدي مرحله، رايحين على مرحله جديده، وبدا بيقول احنا موجودين عشان البطوله، احنا موجودين احنا عشان بننافس البطوله، احنا بننافس على اللقب يعني. صحيح. حتى انا كنت اسالك كابتن هاني معلش ناس دول، هل في نوع من المدربين كده بيحب يدي يعني قبل ما يبدا بطوله مثلا ما يعشمش؟ هو طبعا الكابتن جوهري كان في بطوله 98 هو بيرفع الضغوط شويه على اللعيبه، لان كان في هوجه كبيره جدا على المنتخب في 98، وكان في عدم رضا على ادائنا، اقول انا مش هعمل حاجه، فهو طبعا عايز يرفع الضغط علينا شويه، قال لهم انا رايح احقق المركز ال 13، ولكن في الغرف المغلقه كان في كلام مختلف تماما، يعني هو بيقول انا بحاول بقدر الامكان اقوم بدوري ان انا بشيل من عن الضغوط، لكن انتوا عليكم مسؤوليه كبيره جدا، احنا رايحين علشان نوصل لابعد نقطه في البطوله وناخد البطوله. ده الكلام اللي كان بيتقال في الغرف المغلقه، وكنا احنا شغالين على ده، فالكابتن جوهري رفع الضغوط علينا شويه. كيروش كان بيقول كده معرفش علشان رفع الضغوط، ولا هو بالنسبه له كان واخد جزئيه مور بروفيشنال شويه، ما تحاسبنيش انا متعاقد مع الاتحاد المصري على كاس العالم، وبالتالي ما حدش يكلمني على بطوله افريقيا. التون نفسه مش صح، يعني طريقه ادائه للتصاريح ما كانش صح على عكس دلوقتي. طيب خلينا نروح ونقول يا ايهاب ان معظم او النقاد كلهم بيقولوا ان طريق المنتخب الكاميروني كان طريق سهل للوصول لدور قبل النهائي، على عكس المنتخب المصري اللي كان يمكن لعبنا اقوى الفرق اللي موجوده، فلو كان فريق الاعداد محضر لنا مشوار كمان منتخب مصر والكاميرون خلال البطوله كمان نبص عليه، فانت ايه رايك، ده هيكون في صالحنا ولا ممكن جدا يكون وصلنا لدرجه كبيره من الارهاق والتعب ويكون لصالح المنتخب الكاميروني؟ انا بالفعل يا كابتن شايف ان دوت الاختبار الاول والحقيقي لمنتخب الكاميرون في البطوله. يعني لو قلنا ان تم لهم اختبار فهو هيكون بوركينا في دور المجموعات، ان هي كانت معاهم هي مباراه واحده طبعا. انا خليك معانا ايهاب، طبعا مشوار مصر والكاميرون 5 مباريات لغايه دلوقتي، طبعا المنتخب المصري فاز 3، الكاميرون فازت في 4 مباريات، التعادل 1 لكل منتخب، المنتخب الكاميروني لم يهزم، منتخب مصر يمكن خسر مباراة افتتاحية قدام المنتخب النيجيري. من الأهداف مصر ليها 4 أهداف، يمكن يعني الكاميرون ليها 10 أو أعتقد 11 هدف، لأن في 11 هدف للمنتخب الكاميروني، عليه منتخب مصر عليه 2، المنتخب الكاميروني 4، شباك نظيفة المنتخب الكاميروني مرة واحدة، يعني ما حسبناش ضربات الجزاء، لكن كمل ان المنتخب المصري يمكن عدى على منتخبات قويه جدا، منتخب الكاميروني يمكن زي انت بتقول يمكن منتخب
الوحيد اللي واقف قدامه شويه منتخب بوركينا فاسو. هو كانت مباراه بوركينا هي دي الاختبار الوحيد اللي قبله، باعتبار ان بوركينا اثبتت انها منتخب قوي ووصل للمربع الذهبي من ضمن فرق المربع الذهبي، اذا فهو منتخب قوي جدا كان موجود معاه. ده الاختبار الوحيد اللي قبله في مشوار البطوله وكان في دور المجموعات. اما منتخب مصر فبالورقه والقلم يا كابتن هاني نقول ان احنا قابلنا ثلاثه من المرشحين للقب من بدايه البطوله، وبالعكس بعد الدور الاول الكل رشح نيجيريا بعد الثلاث انتصارات ان هي تنافس بقوه على لقب البطوله الافريقيه الموسم ده، وبعد الظهور الرائع جدا للنسور في الدور الاول احنا قابلنا منتخب نيجيريا احد اقوى المرشحين للقب، خسرنا منه بهدف، وفي مباراه تعرضنا فيها للظلم من الحكم اللي هيحكم النهارده بكاري جسامه. صحيح لغلنا ساعتها ضربه جزاء سليمه لما اتمسكت رجل زيزو، يعني خلينا كل امانه نكون برضو ما كانش منتخب على المستوى الجيد وكنا نستحق الهزيمه بصراحه. تمام لم يكن على المستوى، لكن احنا بنتكلم اللي كان جوه ارض الملعب. جوه ارض الملعب كان ليها ضربه جزاء باجماع كل النقاط كل الحكام خبراء التحكيم اللي شافوا المباراه. فانا قابلت منتخب نيجيريا خسرت بهدف وحيد، قابلت منتخب كوديفوار احد اقوى الفرق اللي غلب حامل اللقب، يعني مش عايزين نقول بلغه الكوره 3-1 نتيجه كبيره قدام المنتخب الجزائري يعني، تقدم عليه تماما سيطر على المباراه بالكامل. وفي النهايه منتخب المغرب برضو اللي عمل نتائج قويه جدا في دور المجموعات وماشي بقوه، قدر برضو منتخب مصر انه يقابله ويتفوق عليه. اذا احنا عدينا باختبارات صعبه كتير، الاختبار معانا في المباراه دي وفقا للعيبه انا شايف ان اللعيبه بقت خلاص اتعودت الضغوط، اتعودت المباراه القويه، بعكس منتخب زي ما بيقول منتخب الكاميرون ده هيكون اول اختبار حقيقي ليه. حتى في دور الثمانيه منتخب الكاميرون قابل منتخب جامبيا اللي يعني هنقول الجديد على الساحه القرويه الافريقيه وما عملش حاجه مؤثره في البطوله. على مستوى الشكل خلينا نتكلم على التكتيك ونتكلم على الاداء من خلال برضو بعض الاحصائيات اللي محضرها لنا فريق الاعداد، نشوف على مستوى التكتيك على مستوى الاستحواذ على مستوى الكرات العرضيه، نشوف برضو دوت على الهواء برضو عشان نشوف برضو من بعض النقاط دي بنطلع برضو نقاط الضعف والقوه. المنتخب الكاميروني كان معدل الاستحواذ 60%، معدل مصر 54%، وده يلجا ان منتخب مصر يعني ممكن بيشتغل على الكاونتر اتاك بشكل افضل شويه، والمنتخب الكاميروني ممكن عنده عمليه التحضير من الخلف وبناء الهجمه يكون افضل شويه. التمريرات ومعدل التمريرات الصحيحه نسبتها للكاميرون 87% لمصر 81%، متقاربه. التصويب على المرمى وده لازم يكون في الحسبان ان المنتخب الكاميروني بيسدد بشكل كبير 81 تسديده ما بينهم منهم 31 ما بين القائم والعارضه، منتخب مصر 63 منهم 19 ما بين القائم والعارضه، برضو التصويب خارج من خارج ال 18 جزء ايجابي في المنتخب الكاميروني. اجمالي الفرص الكاميرون 40 مصر 29، وبالتالي الكاميرون عنده بيخلق فرص للتهديف بشكل افضل. اجمالي الاهداف المتوقعه 11 مقابل 7 لمصر، الاهداف ومعدلها بنسبه 2.2 للمنتخب الكاميروني اللي هو جاب 11 هدف، مصر كان 0.8 اللي هو الاهداف 4 اهداف. دخل مرمى 4 المنتخب المصري، نسبه المعدل دخول الكره المرمانه كان 0.4 ودخل هدفين، شباك نظيفه للمنتخب المصري هدفين. الارقام دي اهب بتقول لك ان وده ارقام ممكن المدير الفني يستعين بها في تحديد قوه القوه للمنتخب الكاميروني. المنتخب الكاميروني عنده تسديدات من خلف، عنده استحواذ بشكل كويس، وبالتالي بيبني الهجمات. انت شايف يعني في الجزئيه دي نشتغل على ازاي كروش؟ هل نلعب زون ديفنس؟ هل ممكن نستغل اول خمس دقائق ويبقى الضغط من قدام وبعدين نرجع في نص الملعب زي ما عملنا امام المنتخب المغربي؟ هل الكثافه العدديه في نص الملعب يكون في تعليمات ان اول ما نخسر الكوره مهم جدا جدا ان يكون في الثلاثي موجود، عمر مرموش لازم ينزل، مش هقول محمد صلاح ينزل لكن يكون في مساعده كمان من محمد صلاح. كل الامور التكتيكيه دي هنتكلم فيها مع ايهاب، لكن نطلع لفاصل سريع ونرجع مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. ايهاب كنا بنتكلم وكلمنا باستفاضه على ابو بكر طبعا راس حربه المنتخب الكاميروني ولاعب النصر، لكن كمان عندهم عناصر مهمه جدا ولاعيبه محترفه في اكبر الانديه الاوروبيه. شايف مين اهم العناصر اللي ممكن جدا يكون مؤثر النهارده؟ اول حاجه اول خط قوه في الفريق ده يا كابتن
واحد من افضل خمس حراس في افريقيا في اختيار الفيفا طبعا، الحارس اونانا حارس اياكس امستردام الهولندي، ده حارس قوي جدا مميز جدا. عندهم لعيب في نص الملعب، لعيب بيلعب في نابولي الايطالي وهو اعاره من توتنهام الانجليزي، لعيب اعتقد راح الانتر دلوقتي اللي هو حضر امبارح المؤتمر الصحفي انجيسا، ده مدافع قوي جدا. عندهم طبعا النجم الكبير تشوبو موتينج، الورقه زي ما احنا بنتكلم اوراق منتخب مصر عندهم ده ورقه بره دايما وساعات بيبدا بيه، ده ورقه خطيره جدا تشوبو موتينج بايرن ميونخ الالماني. عندهم جاناجو مهاجم بيلعب في لانس الفرنسي. عندهم طبعا قال اوتوكو كامبي واللي بادئ بيه النهارده جنب ابو بكر، ده هداف المنتخب وهداف فريق ليون الفرنسي، ليون فريق حامل لقب بينافس دايما على لقب الدوري الفرنسي. فعندهم تشكيله قويه جدا من اللعيبه، عندهم سليكي ده برضو بيلعب في ميدلزبرا الانجليزي، مجموعه من الاسماء الكبيره في سماء الكره الاوروبيه موجوده من منتخب الكاميرون. ده طبعا فينس ابو بكر، ده طبعا الراس حربه المنتخب الكاميروني، عدد مشاركات طبعا 5 مباريات 6 اهداف، صناعه الاهداف 1، صناعه الفرص 5، برضه صناعه الفرص 5 برضه يقول لك انه لعيب اسيست، يعني ممكن جدا يصنع فرص كتيره. طبعا 5 مباريات 5 اسيست مش وحش. تصويب على المرمى 27 منهم 14 ما بين القائم والعارضه، مراوغات الصحيحه 26 مراوغه منهم 18 صحيح. هنشوف كمان ارقام صلاح خلال ال5 مباريات اللي فاتوا، كمان مهم جدا نشوف ارقام محمد صلاح زي ما بقول لحضراتكم، اهداف 2 في 5 مباريات، صناعة الأهداف هدف، صناعة الفرص 7، تصويب على المرمى 13 ما بينهم 6 ما بين القائم والعارضة، والمراوغات 25 منهم 10 مراوغات صحيحة. الإفكت بتاع محمد صلاح مش بس في الأرقام، أعتقد على مستوى كل تقريبا ما محمد صلاح بيمسك كرة في رجليه بتحس فيه خطورة للمنتخب المصري، كل هجمة محمد صلاح بيشتغل عليها بشكل كويس اعتقد بتشكل خطوره على المنافس. خلينا نرجع تاني، وانت قلت لي في الفاصل تاريخ مواجهات مصر والكاميرون قريبين جدا من بعض على مستوى يعني على مستوى البطوله الافريقيه. انا برضو يا كابتن ليا تعليق بسيط على الارقام دي قبل ما اخش في النقطه دي، ان برضو لازم تبص للمنافس، المنافس اللي انت قابلته على مدار 5 مباريات والمنافس اللي قابلته اللي عمل الارقام بتاعت فينسنت ابو بكر دي، الارقام اللي فرقه عن صلاح، ويمكن بول يبص يقول لك يا شوف عامل قد ايه وصلاح عامل قد ايه، لا انا قابلت منافسين على اللقب، انا قابلت 3 فرق مرشحين للفوز باللقب، غير المنافس اللي قدامي اللي قابل كلها طول مشواره تقريبا فرق ضعيفه، وكان في انتقادات للجنه المنظمه بسبب ده وقال لك المنتهى، يعني في فرق، ده بيعمل فرق ارقام، وان كان ده لا يلغي برضه لازم ناكد ان فينسنت ابو بكر مهاجم خطير جدا، هو قناص، هو 27 تسديده في 5 مباريات، يعني معنى كده انه عنده فوق ال5 تسديدات في كل مباراه، يعني ده مهاجم قوي، مهاجم خطير وهداف ومؤثر على المرمى طبعا. طيب لغه الارقام عندنا بتقول ان منتخب مصر اتقابل مع منتخب الكاميرون خلال التاريخ 27 مره حقق منتخب مصر الفوز في 15 مباراه مقابل 6 تعادلات و6 هزائم لمنتخب مصر. اذا على صعيد الارقام دي بشكل عام منتخب مصر يتفوق. على صعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية، المباراة النهاردة هتكون رقم تحمل الرقم 11 بين المنتخبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، اتقابلوا قبل كده 10 مرات، قدر منتخب مصر إنه يحقق الفوز 5 مرات، منتخب الكاميرون حقق الفوز 4 مرات وتعادلوا مرة واحدة. من المفارقات العجيبة بين الفرقتين دول بالذات لأن هم الأقوى، إحنا بنتكلم يا كابتن خلي دايماً نتكلم الناس النهاردة تعرف، إحنا بنتكلم عن البطل التاريخي ووصيفه. صحيح. 7 ألقاب و5 ألقاب. يعني حتى في حال الفوز الكاميرون اللي احنا ما قلناهوش عن البطوله هتبقى 6 ألقاب وانت مصر 7، فانت بتتكلم عن البطل التاريخي للمسابقه، منتخب مصر 7 ألقاب خلال بطوله كاس امم افريقيا على مر تاريخها، والوصيف بتاعه على طول منتخب الكاميرون، فمنتخب مش قليل ومنتخب كبير ومنتخب تاريخه كبير في البطوله. اتقابلوا في النهائي 3 مرات، النهائي الشهير طبعا حضرتك تعرفوا نهائي 86 اتقابلوا فيه، واتقابلوا في نهائي 2008، وفي الاثنين نهائي دول منتخب مصر حقق الفوز. وفي 2017 منتخب الكاميرون حقق الفوز، وللمفارقه برضو اللي جاب الهدف اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي جاب هدف الفوز في الدقيقه 89 اللطشه الشهيره كان فينسنت ابو بكر، رغم ان احنا المباراه دي عملناها بشكل جيد جدا وتقدمنا يمكن بهدف النني الهدف النني الشهير اللي جابه من جنب القائم كده سد التسديده ودخلت، كان منطلق ساعتها من جابها اليمين وجاب جون جميل جدا. لكن منتخب الكاميرون في الشوط الثاني في النهائي ده 2017 اللي هو كان نهائي غريب برضو، الناس مستغرب يعني كل اللي كان يشوف الماتش يقول مصر ما تخسرش خالص،
نيكولاس نيكولو جاب جون التعادل تقريبا في الدقيقه 59، وبعد كده فينسنت ابو بكر في الدقيقه اللحظات الاخيره من الدقيقه 89 من عمر المباراه لقطه شلات شكايه وجت الجون، كان هو برده فينسنت ابو بكر اللي موجود معاهم النهارده وبيقود خط الهجوم. ولكن في النهايه كابتن التاريخ لا وجود له في كره القدم. صحيح صحيح. احنا قبل ماتش المغرب قال لك التاريخ والمغرب منتصر سجله علينا عالي وكذا، ولكن منتخب مصر هو موضوع الكعب العالي دوت خلاص اختفى من الكوره، ما عادش ليه وجود في كره القدم، خلاص الموضوع انتهى تماما. انت ركز في الملعب، لازم تأدي بشكل رجولي. انت ليك النهارده التاريخ ممكن نتكلم عليه ونتكلم ونقعد نحكي، لكن دايما الحاضر هو ان شاء الله باذن الله الحاضر يكون لصالح منتخبنا ونوصل للمباراه النهائيه اللي في اعتقادي كمان هيبقى مكسب كبير قوي. ان شاء الله نوصل للمباراه النهائيه، هتلعب السنغال، السنغال كمان هتبقى بروفا ولا اروع المباراة الفاصلة لكأس العالم والوصول لكأس العالم. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا بإذن الله. إيهاب بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا، نلحق علشان نروح نلحق الماتش. شكرا كابتن هاني، وكنت سعيد بتواجدي معاك، بوجودك معانا ربنا يخليك كابتن، كنت سعيد بتواجدي معاك. شكرا جزيلا، شكرا كمان لحضراتكم، سريعا عشان نلحق نشوف المباراة. كل التوفيق يا رب لمنتخبنا والفوز والوصول للمباراة النهائية، يا رب النصر لمصر. إن شاء الله أشوف حضراتكم الأسبوع اللي جاي ويوم جديد من المحترف.